للمزيد حول المساعدات التي تقدمها مصر عبر معبر رفح يطلعنا عليها الزميل محمود جميل مراسل التلفزيون المصرية. بعد التحية لازلنا نتابع معكم الجهود المصرية المبذولة في إدخال المساعدات الإنسانية من أمام معبر رفح البري وأيضا استقبال الجرحى والمصابين. ربما اليوم لاحظنا حركة كبيرة من الشاحنات التي تم تجهيزها وإرسالها إلى معبر رفح. هذه الشاحنات رأيناها مصطفى على جانبي الطريق قبل الدخول إلى معبر رفح مباشرة. ربما هذا ما كنا نتحدث عنه عن التجهيز الذي يتم داخل مركز الخدمات اللوجستية للهلال الأحمر المصري في مدينة العريش واستقبال العديد من المساعدات التي يتم تجهيزها. أما عن حركة الشاحنات اليوم أمام معبر رفح البري نتحدث عن دخول 157 شاحنة إلى منفذ كرم أبو سالم الذي لازال يواصل العمل على اليوم الثاني على التوالي بعد توقفه عدة أيام بسبب المظاهرات الخاصة بالمستوطنين الإسرائيليين، بالإضافة إلى دخول 59 شاحنة إلى منفذ العوجة. كل هذه الشاحنات بها عدد كبير من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية. وربما نتابع في هذه اللحظة خروج هذه الشاحنات التي أفرغت حمولتها بالفعل داخل المنفذين المختلفين سواء كرم أبو سالم أو العوجة. كل هذه الشاحنات عادت بعد إجراءات التفتيش وبعد وصولها إلى الجانب الفلسطيني وتفريغ هذه الحمولة الكبيرة، بالإضافة إلى عدد الشاحنات الموجودة أمام معبر رفح للدخول ربما اليوم أو غدا. هذا أيضا بالإضافة إلى الاستمرار في دخول شاحنات الوقود. نتحدث اليوم عن دخول 6 شاحنات وقود، 4 شاحنات للغاز وشاحنتين للسولار، ولازالت كل هذه الشاحنات تواصل الخروج تباعا بعد تفريغ الأطنان المختلفة من المساعدات الإنسانية. كما أيضا يستقبل المعبر ولازال في المصابين والجرحى. مصر لم تغلق بوابة معبر رفح إطلاقا منذ أن بدأ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. نتحدث حتى هذه اللحظة استقبال أكثر من 20 مصاب بالإضافة إلى أكثر من 30 مرافق، فلازال المجهود المصري يقدم لدعم الأشقاء الفلسطينيين ولن يتوقف حتى الوصول إلى بالجهود السياسية المصرية إلى وقف إطلاق نار كامل داخل قطاع غزة وإنفاذ كل المساعدات الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة.